على فكرة انتوا بتظلموا الاعلام الاهلاوي جدا او الاعلام الاحمر جدا. انا واحد من الاعلاميين المنتمين للاهلي، تمام، وانا في مجلة الاهلي بنتقد جوزيه وبنتقد تغييراته وبنتقد تشكيلاته وبنتقد لعيبة الاهلي، ولا يعني لا يعني الحقيقة بحترم المسؤولين عن منبر الاهلي اللي هم ما بيشتبوليش حرف. ومن يوم ما عملت مع الكابتن نعمان من 30 سنة أنا لم يشطب مني حرف. مش هادي هادي بيشتغل وبيطلع. ثواني بقى عشان أقول لك، يعني إذا أنت في فرق بين إن أنت تنتقد الأهلي وإن أنت تهاجم الأهلي. إذا كنت الكلام ده قريب، لا بعيد، إحنا نعرفه كويس. أنا أنتقد الأهلي، أقول الأهلي غلط في التشكيل الفلاني وجوزيه غلط في التغيير الفلاني، وأنا شخصيًا مش متفق بان فلان يلبس تيشيرت الاهلي. وقلت طب اسمع، انا كنت بتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في حاجات ضد، يعني بنتقد فيها الاهلي، وربنا يشفيه ويقول هذا الكلام.